أيها الأخوة والأخوات، يوم السبت الماضي افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام، افتتح المعرض التشكيلي الثاني لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة عسير ومدير عام مؤسسة الملك فيصل الخيرية. وقد أقيم هذا المعرض تحت عنوان معرض الجهاد في فلسطين وأفغانستان. نصبت العلم، هذا يرمون الحجارة، لكن استخدمت العلم الفلسطيني كخلفية، فالخلفية حقت هذه هي الحقيقة العلم الفلسطيني. ألوان العلم. ألوان العلم. هذه اسمها نشوة السير. هذه في قصيدة لي جديدة عن العرضة. فيها اليوم عرضة نشوة السير والخيل. هذا محارب أفغاني. استراحة من قاعد يقول معظم أعمالي الجديدة تعتمد على قوة اللوم ولمسة الفرشة، ما عاد استخدم الدقة في الخطوط. اسمها السنان ثلاث على أساس الرجل قرآن. نعم، والسلاح والقرآن مصحف، سميها السنان الثلاثة. شفتم هذا المعرض طال عمرك، هل رأيتم أن الريشة والألوان استطاعت أن تعبر عن تفاعل الإنسان السعودي مع إخوانه في أنستان؟ الواقع أنه أولا أقدم شكر الجزيل للحضور جميعا الذين ساهموا بحضورهم، سواء من الإخوة الأعزاء الكرام الأمراء أو المواطنين الأعزاء أو من سفراء البلاد العربية والإسلامية، لحضور هذا المعرض الذي يمثل نظرة دينية جهادية هي حياة الإنسان التي يجعل نظرة الحياة إلى خدمة مثل هذه الفئات المناضلة المجاهدة. وكما قلت في كلمتي الموجهة لأخي وصديقي الأخ خالد، وأنه من سعادة الإنسان أن ينظر بما يعمل في دنياه لخدمة دينه وأمته بما يستطيع. كل يريد أن يعمل في هذا المجال، ولكن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. إنما رأيت الحقيقة في هذا العرض والرسوم المعبرة، لولا القلب الدافع لما اشتغلت اليد. اليد هي جزء من القلب، حينما يتكلم القلب تتكلم اليد والحواس الخمس كلها. لذلك أكرر شكري وأرجو من مواطنينا الكرام أن ينظروا لهذا المعرض وهذا العرض وهذه الرسوم ليست نظرة تجارية فقط، بل نظرة أبلغ وأسمى من ذلك. وشكرا. شكرا لكم سمو الأمير.